أشاد أهالي قرية بني عامر التابعة لمركز العدوى في محافظة المنيا بالخدمات المتعددة التي يقدمها المجمع الخدمي والذي تم افتتاحه ضمن أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة المنيا، تستهدف تطوير 192 قرية و757 عزبة وتابعا ونجعا. ويخدم المجمع الخدمي 6 قرى و15 عزبة وتابعا ونجعا في غرب مركز العدوى، ويضم منافذ لجميع المصالح الحكومية ومنها البريد والسجل المدني والشهر العقاري والتموين والوحدة المحلية، مما ساهم في تخفيف التكدس بالمصالح الحكومية في المدن. والخدمات المتاحة بالمجمع الخدمي هي البريد، السجل المدني، الشؤون الاجتماعية، التضامن، الوحدة المحلية، الشهر العقاري، التموين. وحاليا احنا شغالين، المجمع شغال زي ما انتم شايفين، والمواطنين بتأدي خدمات الوحدة المحلية والتموين والشؤون الاجتماعية. المبنى دي فيه جميع الخدمات لكل مواطن، يعني اي الشؤون والتموين والشهر العقاري كله بقى في مجمع واحد، بدل ما نروح المركز وبتاع بقى هنا في المجلس. يعني اي حاجه عايز نعملها هنا، اي مواطن يجي يقدم مصلحته هنا على طول، مش هنستغرق وقت ولا نتعب مواصلات ولا يركب مواصلات ولا الكلام ده. يعني وفر لنا جهد وفلوس برضه، مال يعني.